مشروع لدعم المجتمعات اللبنانية المتأثرة من تدفق اللاجئين. جينا على هذا المعمل، تعلمنا على ماكينات صناعية، صرنا نعرف ندرس عليها، وأنا بتمنى أن يعني أشتغل بهاي المهنة. تعلمنا خياطة، شراشف، ملاحف، حبكة، دردة. تعلمنا التدريب على المكانات، المصنع اللي بنعمل فيهم كفر ليت. هالنساء اللبنانيات والسوريات عم بيخضعوا لتدريب صناعي ضمن مشروع دعم المجتمعات المتأثرة من تدفق النازحين السوريين يلي عم بتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووزارة الصناعة بتمويل من الحكومة اليابانية بقيمة 600,000 دولار. المشروع بيهدف لدعم القدرات الإنتاجية للمجتمعات المضيفة لتمكينها من تلبية حاجات السوق فضلاً عن الانتعاش الاقتصادي. ضمن هذا المشروع تم اختيار 13 صناعي بمنطقة البقعة من مختلف القطاعات، رح نشتغل بقطاع الخشب، النسيج، نحن هلا اليوم ضمن هذا المصنع اللي بيصنع نسيج، حديد وحتى دهان، رح يتم مساعدتهم على ناحيتين، أول ناحية رح نعطيهم معدات صناعية بهدف أكيد تطوير إنتاجهم وتحسين نوعية منتجاتهم، وبالإضافة للتدريبات التقنية اللي كمان رح تقدمها. بعد التدريب المشتركين بيحصلوا على شهادات ليقدروا بالتالي يدخلوا سوق العمل مؤهلين.